بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين. مشاهدين ومتتبعين منبر حرية بريس المباشر من نفخه ونفثه وامزي لا حول ولا قوة. رقية شرعية مع الراقي المعروف بجاكي شان. خليكم معنا على المباشر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. توكلت على الله استعنت بالله. اللهم اشفيه وعافيه. اللهم احفظنا من شر الشياطين الجن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم الله بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود عظمهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زي ما تيزا بشي حاجة عادي تمشي عند الرقاة تدي الرقية ما تتأثرش. كاين دابا ناس ما تتأثروش بالرقية هكا وخا تقرا من البعيد أو هادي ما تتأثروش. يعني ضروري الرقية فيها أنواع. يعني هنا مثلا الشريف غتعاون راسك إن شاء الله تتحس بأن عندك مشكل وتتلبس فيه توقع لك شي مشكل ما تتحس تتحس تتغوت ولكن حتى شي واحد ما قدر لا حتى واحد ما قدر يعالجك علاش شي تلقى مشاكل ولا شنو؟ فاش يقراو عليك القرآن ما تتحس بوالو دابا ناس هنا كاين خطوره. يعني علاش السيد تيبان تبارك الله صحيح شويه نطلبوا الله سبحانه وتعالى التوفيق. بسم الله زخويا شويه باش مي فهمتي هنا الا ما كانش اللي قبض معاك راه حتى نطلبوا الله التوفيق. بسم الله ما شاء الله شوف عمي وتوكلت على الله خير راسك. اللي جاتك شي حاجه حاول تفهمتي تلقى على لسانك ولكن الا جاتك الضرب ولا كذا قبض راسك صافي. بسم الله بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله عندك تقى الله. شنو بغيتو عند هذا الرجل؟ شنو بغيتو عنده سماك شنو بغيتو عند السيد هذا؟ تقى الله تقى الله تقى الله تقى الله تقى الله. بسم الله الشيطان. بسم الله ما شاء الله اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله أعوذ بالله من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله ما شاء الله. ولاد مشتري شوية دماء خويا شوية دماء أنا شوية دماء أري الماء أري الماء أري الماء دغيا أري الماء. بسم الله دابا هكا تيغي. بسم الله بسم الله أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل. رافينا مالك ولاد بلا شيطان الرجيم أنا خوسي راه بحال هكا تيوقع هذا راه مشهد تمثيلي. السيد ما فيهش الجن ولكن شي راه تيوقع راه يقدر يضربك يقتلك فرمشات من عين. راه بنادم تيطيح راه ما تيعقلش على راسه وراه الا ما عاونتيش وكانت عندك الريحه او كان عندك الفابو راه يقدر يقتلك. وهادشي راه تيوقع انا رانا مضروبين مهرسين فمنا هاد الحجره مثلا الا ما درتلوش هاد القطره يقتلك.
لان علاش هو داك الشيطان بغي يهد بغي يقتلوه، يقدر في هذا التمثيل هذا ويقدر يتلبس بالصح. يقدر راه حنا قبل ما نبداو تقرينا القران ودرنا له التحصين ودرنا له هذا الشيء، اقسم بالله اخوتي تنقسم لكم بالله العلي العظيم لو وقع عليه اكثر منه، مجبودين على السيوفه ومضروبين بالحجر وكثر وسبان وتطيح الهضره. حنا راه احترمنا المشاهدين فهمتي والناس اللي تيتابعونا، اما راه هاد اللقطه وقعت لي بحالها هنا في هاد البلاصه راه الراب وتطيح الهضره وتضرب هاد الباب. دخل اخويا دخل نوريك. دخل واش مش خطر انا هاني الامور اللي دخلت؟ لا لا صافي لا الامور لا هو ما فيش الجن السيد فهمتي. هاد الباب هادي راه تشير تشير هاد الباب راه سبب هاك بحال هاك تشير عليا بنادم فهمتي. يعني تتكون انت تتقرا عادي تيجيو ناس يقول لك مشي درت الرقيه درت، ولكن راك فاش تقبض في الانسان اللي مقيوس مباشره تماك تيوقع المشكل. راك تقبضو غير في هاد النقطه هادي راه يقدر يضربك يقتلك. يعني هاد الشيء هذا خوتي تتشوفوا راه مشاهد حقيقيه تنعيشوها. الشريف رانا فيه لا جلتي شي حاجه، اي هو الحمد لله فاهم وعارف شنو واقع. حنا تنبينوا الناس هادوك الناس وداك العلماء اللي تيقول لك الرقيه سهله، الله يجزيكم بخير، اتقوا الله في الناس وما تبقاوش تعطيو فتاوي ضاله. الرقيه سهله هي تقبض قلعه عندنا ما تقرا. الرقيه سهله ما فيه والو، تيجي بنادم عندنا تنقراو عليه الحمد لله ما فيه شي حاجه. اما لك الانسان فيه همس او فيه مازال شي وحدين تيقول لك راه الجنان ما تيدخلوش في بنادم، تبقى نضحك. علاش؟ لان مازال ما جربش، مازال ما ضربوش، مازال ما خسروش، مازال ما عارف والو. هاد المسائل هادي كاينه وتنطلب الله سبحانه وتعالى. انا شوف هي تمثيل وشوف كي الجهد اللي كاين، نطلب الله سبحانه وتعالى التوفيق والله يوفق. هذا راه تمثيل مشهد حقيقي، راه تمثيل مشهد حقيقي وتوقع اكثر من هكا. راه واحد السيد كان جا عندي مسكين من ليبيا في 2011 يلا دخلتو للمحل، يلا دخل لعندي اقسم بالله وبهاد الطريقه دريها، يلا قلت بسم الله درها وتيشير عليا تنخويلو تنضربو بالريحه لعينيه في المرضه. وهزوه وخرجوه واحد الكاميون، كان عندي محل جيت قهوه 90 وكاميون اقسم بالله دايز وما غاديين دينو باش يدخلوه في ذاك الكاميون وتنتبعو تنقبضو حدا الناس وكلشي عاوني فيه قبضناه ودخلناه لعندي للمركز. ما عقل على حتى حاجه، ما عقل على والو، وهذا كان ضابط وانسان مستوى. يعني باش يصحابو الناس راه هادشي الجن راهي اللي ما قاريش، لا تيجيو لنا ناس دكاتره تيجيو هادشي راه طلب السلامه. حنا براسنا تنطلبو الله السلامه، تنطلبو الله عز وجل يحفظنا الله، ولكن ما يبقاش بنادم يتشفى فاش يشوف شي واحد مريض مابقاش يتشفى. ونطلبو الله التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ودعيو معنا جزاكم الله خير.